إذن الآن نتحدث أبنائي عن حساب نهايات الدوال المثلثية اللي هي الكوس والسينس. إذن لننطلق الآن من خلال هذا الأمثلة. إذن من خلال هذا الأمثلة اللي هي قال أحسب في كل حالة النهايات التالية. عندنا ليميت سينس 6 إكس على إكس لما إكس يساوي إلى صفر، وعندنا ليميت سينس 2 إكس على جذر إكس لما إكس يساوي إلى صفر، وعندنا ليميت اكس سينس اكس على 1 ناقص كوس اكس لما اكس يساوي الى صفر، وعندنا ليميت 1 ناقص كوس اكس على اكس مربع لما اكس يساوي الى الصفر. هذه هي من خلال هذه الامثله سوف نتعلم كيفيه يا ابنائي حساب نهايات الدوال المثلثيه. اذا لاحظوا جيدا وانتبهوا معي، عندنا بعض النهايات الشهيره في هذه ما نسميه الدوال المثلثيه. لاحظوا ما هي، عندنا ليميت هكذا ليميت سينس اي على اي لما اي يؤول الى صفر. احفظوا هذه كم تعطي لكم، تعطي لنا يا ابنائي 1. اسمعوا جيدا، سينس اي على اي لما اي يؤول الى صفر يساوينا كم، تساوينا 1، حيث هذا اي، هذا اي عبارة عن دالة تآلفية. ركزوا معناه، اعطيكم مثال فاقول ليميت مثلا ليميت اسمعوا جيدا سينس 3 اكس على 3 اكس، قلت على 3 اكس لما اكس يؤول الى الصفر، هذه تعطي لنا ماذا، تعطي لنا 1. حتى نفهم جيدا من اين اتوا بهذه القاعده بالعدد المشتق، حتى نفهم جيدا، لكن هذا قانون ما نرجو منكم أنه احفظه، إلا أن هذه وهذه تكون عبارة عن دالة تآلفية. لاحظوا جيدا، فنأتي الآن بالمثال الأول. عندنا قال ليميت سينس كم، سينس 6 إكس على ماذا، على إكس لما إكس يؤول إلى الصفر. هل هي مكتوبة مثل هذا المثال؟ نعم، إلا أنه ماذا ينقص هنا، ينقص لنا 6، فيجوز ضرب هنا في 6 وهنا في 6، فتصبح لنا هذه نطبق عليها هذه القاعدة، كم تعطي لكم؟ تعطينا 1، وهذه كم؟ 6، إذا 1 في 6 كم أبنائي؟ تصبح لنا تساوي لنا 6. أعيد حتى يفهم الجميع، هذا الجزء اللي هو سينس 6 إكس على 6 إكس قانونه يساوي لنا 1، وعندنا 6، 6 في العبارة هذه اللي نهايتها 1 تصبح لنا 6 في 1 إنها 6. هذا هو المثال الأول. إذا ما عليكم إلا حفظ هذه سينس اي على اي لما سأل اي يؤول إلى الصفر تساوينا كم؟ 1 فقط أبنائي. بعد ما أنهينا مع هذا الجزء نأتي الآن إلى المثال الذي بعده، نتابع جيدا كذلك، ودائما هذه نتركها تتبعنا يا أبنائي حتى لأن سوف نحتاجها في هذه الأمثلة. عندنا كذلك ليميت سينس، لاحظوا سينس 2 إكس على جذر إكس لما إكس يؤول إلى الصفر. كذلك هنا لو نعوض أكيد دائما صفر على صفر، هذا لا جدال فيه. لاحظوا ما رأيكم أبنائي لو نضرب في 2 جذر إكس وهنا نضرب في 2 جذر إكس، يقول أحدكم لكن لماذا حتى نكتبها على هذه الصيغة؟ فماذا ينتج؟ ينتج لنا هكذا ليميت 2 جذر إكس في ضرب سينس ماذا؟ 2 اكس على هنا جذر اكس في جذر اكس يصبح لنا اكس في 2 يصبح لنا 2 اكس لما اكس يؤول الى الصفر. هذه ابنائي اصبحت مكتوبه مثل هذه، يعني كم النهايه؟ 1. لاحظوا جيدا، هذا الجزء يعطيكم 1. الان سوف تصبح لنا 1 في، عوضوا الان هذا الجزء في بالصفر. إذا هذا أعيد، هذا أصبح مثل هذا كم؟ 1. وعندنا هذا 2 عوضه في صفر، 2 في جذر صفر هو صفر، صفر في هذا الجزء اللي هو نهايته كم؟ 1. صفر في 1 تعطينا كم؟ تعطي لنا يا أبنائي القيمة إنها صفر. إذا نهاية الجزء الثاني أو المثال الثاني هي صفر. أعيد، هذا المثال لم يكتب مثل هذه، فأنا ضربته في 2 جذر إكس و 2 جذر إكس، جذر إكس في جذر إكس يصبح لنا إكس في 2 تصبح لنا 2 إكس.
وهنا السينوس 2 اكس على 2 اكس، قلنا لما اكس يؤول الى صفر ها هي كم؟ واحد. وهنا 2 في صفر، لان هنا نعوض بجذر صفر هو صفر، صفر في 2 هو صفر في قيمه هذه التي نهايتها كم؟ واحد، فتعطي لنا صفر في واحد تعطينا كم؟ صفر. هذا فيما يخص المثال الثاني. ناتي الان الى المثال الثالث الذي هو ليميت اكس سينس اكس على واحد ناقص كوس اكس لما الاكس يؤول الى صفر. دائما التعويض نجد صفر على صفر، هذا لا جدل، لكن نريد الان ازاله حاله عدم التعيين، هذه تصبح تساوينا. هنا علينا ابنائي ان نستغل ما نسميه دساتر التحويل التي درست في السنه الثانيه، فلنتابع جيدا. اذا لاحظوا جيدا، هنا عندنا بعض دساتر التحويل يا ابنائي المشهوره. عندنا أن الدستور المعروف أنه واحد ناقص كوس، لاحظوا جيدا نقطة نقطة، واحد ناقص كوس إكس يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا 2 في سينس مربع إكس على 2. احفظوا هذا الأمر يا أبنائي، قد درستم في السنة الثانية أنه واحد ناقص كوس إكس يساوي 2 في سينس مربع إكس على 2. والمعروف انه الذي درس في السنة الثانية هو هكذا، انه لاحظوا انه كوس 2 ا يساوي ماذا؟ يساوي لنا 1 ناقص 2 في سينس مربع ا، الا انه هنا الا كم في هذا المثال؟ الا هنا 2 ا، يعني ا هو اكس على 2، انظروا اكس على 2 هو الا، 2 ا يمثل الاكس، يعني هنا وضعنا انه ماذا؟ وضعنا ا يساوي لنا اكس على 2، حتى تفهموا جيدا لماذا سميت دساتر التحويل. لاحظوا جيدا، هذا عندنا هذا الرقم واحد، وعندنا الان كذلك القاعده رقم 2 التي درستموها في السنه كذلك الثانيه، تقول انه السينس هكذا، السينس اكس يساوي 2 في سينس اكس على 2 ضرب كوس اكس على 2، هذا كذلك درستموه في السنة الثانية، مع انه ا دائما يساوي لنا اكس على 2، حتى نفهم جيدا هذه القواعد يا ابنائي. الان ما علينا الا التعويض كل واحد، يعني هذا اكيد سوف يعوض في هذا المكان لانه يساوي لنا 1 ناقص كوس اكس، وعندنا كذلك هذه القيمة سوف نعوضها في هذا المكان في مكان سينس إكس، حتى نفهم جيدا، فتصبح لنا تساوي لنا ليميت إكس في 2 في سينس إكس على 2 كوس، يعني في ضرب كوس إكس على 2، عفوا قلت إكس على 2، هذه قواعد دساتير التحويل عليكم أن تكونوا على دراية بها. على ماذا؟ على 1 ناقص، قلنا 1 ناقص كوس إكس ماذا يساوي لنا؟ يساوي لنا 2 في سينس مربع إكس على 2، مع قلنا أنه إكس يؤول إلى الصفر. الآن أكيد سوف يحدث بعض عملية الاختزال أنه هذا يذهب من هنا، لماذا؟ لأن السينس مربع إكس، حتى تفهموا جيدا وأشرح، سينس مربع اكس هو في الاصل سينوس اكس في سينوس اكس على 2 في سينوس اكس على 2. يا ابنائي اسمعوا جيدا حتى نفهم جيدا، قلت هنا اكس على 2، لما نقول سينوس مربع مثلا اكس على 2 هو في الاصل سينوس اكس على 2 ضرب ماذا؟ ضرب سينوس اكس على 2، حتى نفهم جيدا الكتابات الصحيحه فيما يخص هذه الدوال الجيبيه. الآن ماذا ينتج؟ قلت ينتج بعملية اختزال أنه هذا يذهب مع هذا مباشرة، وانتبهوا معي. بعدها يقول أحدكم ننتبه، تصبح لنا ليميت كم؟ ليميت 2 في كوس ماذا؟ إكس على ماذا؟ على السينس على 2 سينس إكس على 2 لما الإكس قلنا يؤول دائما إلى الصفر، مع كذلك أنه هنا يوجد لنا ماذا؟ انظروا، يوجد لنا إكس، هذا الإكس لا ننساه،
انظروا ها هو كان عندنا هنا إكس. فماذا ينتج؟ ينتج لنا هكذا، تصبح لنا ليميت، تابعوا جيدا، 2 في كوس إكس ضرب ماذا؟ ضرب إكس على 2 سينس إكس على 2، ما زال الإكس يؤول إلى الصفر، تصبح تساوي. سوف نعيد كذلك هذا الجزء، هذا نريد أن نكتبه مثل هذا الجزء. أما هذه 2 سينس إكس هذه لا تتعبون أصلا، تصبح لنا ليميت، انتبهوا جيدا، 2 في كوس إكس في، قلنا الآن نأتي إلى هذا الجزء، ما رأيكم أن نضرب في البسط؟ قلت نضرب في البسط هنا في نصف وهنا في نصف، فماذا ينتج؟ ينتج لنا لما نضرب إكس في نصف ماذا ينتج؟ ينتج لنا إكس على 2، والمقام ماذا يصبح لنا؟ لما نضرب هنا كذلك في نصف، يذهب من هنا 2 ومن هنا 2 أكيد، فماذا ينتج؟ ينتج لنا هكذا سينس ماذا؟ إكس على 2، هذا هو الشيء الذي ينتج لما إكس قلنا يؤول إلى صفر. أعيد حتى تفهموا، هنا ضربت في نصف وهنا في نصف، لما نضرب هنا في النصف تصبح لنا هنا ضرب نصف وهنا ضرب نصف، عفوا قلت ضرب نصف، فهذه الاثنان ذهبت مع هذه، أما هنا إكس في نصف يبقى لنا نصف إكس، حتى نفهم جيدا الطريقة العملية، لاحظوا جيدا. ثم عندنا لو نلاحظ الآن إلى هذه، تابعوا، اللي هي ليميت إكس على 2، عفوا قلت إكس على 2 هكذا، وهنا السينس ماذا؟ إكس على 2 لما إكس يؤول إلى صفر. هذه لو هذا له الحق أن ينقلب إلى هذا المكان، له الحق قلت من قواعد الكسور. لاحظوا كيف تصبح الكتابة، ليميت 1 على سينس 2 إكس، عفوا عفوا ليس 2، إكس على 2، إكس على 2 على هنا إكس على 2 لما الإكس يؤول إلى الصفر. لكن ما عليكم الانتباه إليه أنه هذا الجزء ها هو يشبه هذه العبارة، يشبهها 100%. نهايتها كم تكون؟ بما أنها مكتوبة سينس إي على إي لما إي يؤول إلى صفر، كم تصبح هذا الجزء؟ يساوينا 1، فهو هذا كم؟ 1، يعني 1 على 1. أنا حتى تفهموا جيدا أعيد، هذا الجزء لوحده الذي يوجد في المعقال نهايته 1، إذا تصبح لنا 1 على 1، 1 على 1 كم؟ الكل يقول إنها 1، إذا بما أن 1 على 1 لاحظوا هذا الجزء نهايته 1، عوضوا الآن هنا بالصفر، كوس الصفر هو 1، 2 في 1 في 1، معناه أعطت لنا هنا تصبح لنا 2 في كوس الواحد، الكوس الصفر كم؟ هو 1، وفي هذا الجزء نهايته كم؟ إنها القيمة كذلك 1، 1 في 1 في 2 تصبح لنا كم؟ 2. إذا نهاية هذا المثال الثاني يا أبنائي هي القيمة كم؟ القيمة 2 فقط، لأن هنا استعملت ما نسميه قلت دساتر التحويل. بعدما أنهينا مع هذا الجزء الثاني، الآن نتطرق الآن إلى الجزء الأخير، ودائما قلت أعيننا تكون على هذا القاعدة هنا كما أشير. نأتي الآن إلى الجزء الأخير، قال ليميت 1 ناقص كوس إكس على إكس مربع لما الإكس يؤول إلى الصفر. لو نعوض تعويض مباشر أكيد تعطيكم في البسط صفر وفي المقام صفر، تصبح الآن كذلك هنا ما علينا إلا استعمال يا أبنائي ماذا؟ دساتر التحويل. لكن نحن عندنا نملك أن 1 ناقص كوس إكس، لاحظوا ماذا يساوي؟ يساوينا 2 سينس مربع إكس على 2، معناها تصبح لنا هكذا ليميت 2 في سينس مربع إكس على 2 على ماذا؟ على إكس مربع لما الإكس يؤول إلى الصفر، لم أفعل شيء حتى الآن. إذا لاحظوا جيدا فنتابع، الآن قلت يعني علي أن نستغل هذه العبارة. الآن ما رأيكم أبنائي لو نضرب البسط في العدد الذي اسمه ربع، وهذا كذلك نضربه في ربع، تابعوا معي حتى نجعلها مكتوبة على هذه الصيغة. إذا فماذا ينتج؟ ينتج لنا تصبح لنا ليميت 1 على 4 في 2 هكذا
في سينيس مربع إكس على 2، والمقام يصبح لنا كم؟ يصبح لنا إكس مربع على ماذا؟ على 4. لكن إكس مربع على 4 في الأصل هو ماذا؟ هو 2 مربع. لاحظوا، مع قلنا إكس يؤول إلى الصفر، معناه المقام يمكن أن نحدث له التغيير، هذا التربيع وهذا التربيع نتركه مكتوب في هذا المكان. يعني تقرأ هذه إكس على 2 الكل مربع اللي هي نفسها إكس مربع على 4، لأن الكسر إذا كانت عنده قوة، قوة البسط وقوة المقام. فماذا ينتج؟ تصبح لنا وعندنا هذا التربيع الذي أشير إليه هنا، هذا له الحق كذلك أن يحذف من هذا المكان حتى تفهموا جيدا، وله الحق أن يخرج إلى هنا. لماذا؟ لأن قلت سينس مثلا، سينس مربع إكس في الرياضيات هو نفسه سينس إكس الكل مربع، حتى نفهم جيدا. هذه هي الكتابة الصحيحة حتى تفهموا جيدا يا أبنائي. الآن لو نلاحظ كذلك هذا التربيع، هذا التربيع وهذا التربيع، بما أنه كسر يمكن كذلك أن نحذفه من هذا المكان ومن هذا المكان ونضعه هنا كليا. انظروا ماذا أصبح، انظروا إلى هذه وهذه، أليس هذه اي وهذه اي مثل، إلا أنه هنا اي هي إكس على 2 وهنا إكس على 2. انظروا الآن أبنائي نهاية هذا الجزء الذي بداخل التربيع، كم قلنا عند الصفر؟ واحد، إنه واحد، فتصبح تساوي لنا أولا عندنا هذا، أولا قلت عندنا هذا يذهب مع هذا، ماذا يبقى لنا؟ يبقى لنا واحد على 2، وهذا الجزء كم نهايته؟ طبقا لهذا القانون إنه واحد، واحد لما نربعه كم يصبح لنا؟ واحد، فتصبح لنا نهاية واحد في 2 في 1 اللي هو واحد على 2، هذه هي نهاية هذا الجزء الأخير. إذن ما عليكم أن تنتبهوا له هو هذه دساتر التحويل التي استغللناها فقط أبنائي.